يا مساء الانوار وحلقة جديدة مع لاتي كابيتانو مع احمد سيد. دورة ابطال اوروبا الجولة الاولى من مباريات دورة ابطال اوروبا زي كلنا متعودين مع بعض في مرحلة الدور 32 من دورة ابطال اوروبا. عندنا 8 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 فرق بيلعبوا ذهاب واياب، وبالتالي بيبقى عندنا 6 ماتشات. بعد كل جولة بنبتدي احنا نجيب الباكج بقى كلها من الجروبات كلها وايه المباريات اللي اتلعبت وايه هي النتائج، وبعد كده بنجيب ترتيب كل مجموعة. ده موضوع حلقة النهاردة، عايزين نعرف ايه هي نتائج الجولة الاولى من مباريات دورة ابطال اوروبا، هل في مفاجآت ولا لا، واخيرا في النهاية عايزين نشوف ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الاولى. اتفرج مرة ينزل سبسكرايب في القناه وفعل زر الجرس، اهم حاجه اللايكات الجامده في الفيديو. ولا ربينا نخش على تحليل مباريات الجوله الاولى من دوري ابطال اوروبا. خلينا كده خش سخنين مع بعض، خلينا نشوف النتائج ايه هي ونبتدي احنا نجيب المباريات بقى نبتدي احنا نحللهم كده على لزازه زازه زازه. خلينا ناخد النتائج الاول. اول مباراه كان عندنا ما بين دينامو زغرب وتشيلسي، انتهت اللقاء بفوز دينامو زغرب بنتيجه 1-0. اللقاء الثاني بروسيا دورتموند وكوبنهاجن 3-0 لبروسيا دورتموند. ريد بول سالزبورج وميلان 1-1. اشبيليا ومانشستر سيتي 4-0 لصالح فريق مانشستر سيتي. باريس سان جيرمان ويوفنتوس 2-1 لصالح فريق باريس سان جيرمان. بنفيكا ومكابي 2-0 لصالح بنفيكا. سلتيك الاسكتلندي وريال مدريد 3-0 لصالح فريق ريال مدريد. ليبزيغ وشختار 4-1 لصالح فريق شختار. أياكس أمستردام وجلاسكو رينجرز 4-0 لصالح أياكس أمستردام. فرانكفورت وسبورتنج لشبونة 3-0 لصالح فريق سبورتنج لشبونة. نابولي وليفربول 4-1 لصالح فريق نابولي. أتلتيكو مدريد وبورتو 2-1 لصالح فريق اتلتيكو مدريد. كلوب بروج وباير ليفركوزن 1-0 ليه كلوب بروج. برشلونه فيكتوريا بيلزن 5-1 لصالح فريق برشلونه. انتر ميلان وبايرن ميونخ 2-0 لصالح فريق بايرن ميونخ. توتنهام ومارسيليا 2-0 لصالح فريق توتنهام. خلينا ناخدهم كده مباراه مباراه ونبتدي احنا نتكلم عليهم واحده واحده. هستوقف بس عند النتائج والمفاجآت بين المباريات الطبيعيه، هقول لكم النتيجه دي طبيعيه. اول مباراه بالنسبه لي تشيلسي ودينامو زغرب، النتائج اللقاء ده 1-0 لصالح فريق دينامو زغرب. اللقاء ده بالنسبه لي لا يعني اللقاء يعني وحش قوي لصالح فريق تشيلسي ولصالح المدير الفني توخيل. توخيل عمل مباراه تكتيكيه وفنيه سيء جدا رغم ان انتدابات اللي جات له جاله اوباميونج اللي لعب في التشكيل الاساسي في اللقاء ده، ولكن كوره صفر. زي ما قلت توخيل عنده مشكله ان الاسلوب بتاعه في الملعب اتحفظ، بيلعب بطريقه 3-4-3، كل الفرق حفظت الاسلوب ده. حاسس ان اللعيبه ملت من الطريقه دي. توخيل برده من نوعيه المدربين ان هو زي كونتي زي سيميوني انزاجي ما عندوش حته المرونه التكتيكيه. لما بلعب 3-4-3 او بلعب 3-5-2 انا خلاص حته الثلاثي سنتر باكات دي ما بغيرهاش، ببتدي ان انا يعني العب عليها كل مباراه. حتى اثناء اللقاء ما عنديش اي مرونه تكتيكيه ان انا اقلب او غير نتيجة اللقاء. ده اللي بيعيب توخيل، وبالفعل إدارة تشيلسي اتخذت قرار ان هي تستغني عن توخيل وتقدت مع مدير فني جديد، وهو المدير الفني لفريق برايتون في البريمير ليج وهو جراهام بوتر. جراهام بوتر كوتش محترم، كوتش كبير. انا واحد من الناس كنت متوقع ان النقلة الجاية لجراهام بوتر من برايتون هو راح يمسك منتخب انجلترا بدل لساوث جيت، لان شايف الراجل ده كوتش كويس جدا. لكن تشيلسي ان هو يجيبه اعتقد من وجهه نظري الشخصيه ان هينقل تشيلسي نقله تانية، بس مش السيزون ده، لان طبعا يعني زي ما كنا عارفين الصفقات مع اللعيبه لسه الراجل يعني مش حاطط ايده برده لسه على السكواد بتاع فريق تشيلسي. السيزون الجاي انتظروا جراهام بوتر مش السيزون ده، ولكن السيزون ده الراجل هيحاول وهيجتهد مع القماشه اللي هي موجوده معاه. اعتقد هيقدر يصلح حاجات كتير في تشيلسي. هيرجع تاني لسه بنتكلم في الجوله الاولى، فهيرجع تشيلسي تاني ان هو يرجع في الجروب وفي البريمير ليج. اعتقد هيرجع ويمشي كويس في البريمير ليج. وجهه نظري جراهام بوتر هينقل تشيلسي نقله تانية. رحنا على اللقاء التاني اي سي ميلان وريد بول سالزبورج، انطلق بنتيجه 1-1 ما بين الفرقتين. بالنسبه لي نتيجه يعني لا مش طبيعيه، ليه؟ لان اي سي ميلان جاي من فوز في الديربي الغاضب مع انتر ميلان، وبيولي تفوق على انزاجي بنتيجه 3-2، والفرقه عامله مباراه تكتيكيه مميزه وعامله مباراه فنيه حلوه. اللعيبه كانت فايقه في مباراه الديربي الغاضب مع انتر ميلان، ولكن انت بتلعب قدام ريد بول سالزبورج مباراه خارج ميدانك، يعني برضو سهل ان انت تكسب اللقاء ده، ولكن يخلص 1-1 يعني هقول ان نتيجه مش طبيعيه. اللي قرر له بروس دورتموند وكوبنهاجن 3-0 لفرقه بروس دورتموند. تالق طبعا لماركو رايس يعني احرز هدف في اللقاء ده. باستمرار دورتموند في التفوق ماشي كويس في الدوري الالماني، ودلوقتي ماشي كويس في دوري ابطال اوروبا. النتيجه طبيعيه ما اقدرش اتكلم ولا حاجه. مانشستر سيتي واشبيليا 4-0 في فرقه مانشستر سيتي، مباراه كانت بتقام في اشبيليا في اسبانيا. نتيجه برده طبيعيه، مستوى اشبيليا زي ما شفناه في الليجا الاسبانيه قدام برشلونه انهيار تام للفرقه. لوبوتيجي مش قادر يعمل اي حاجه. زي ما حللت المباراه دي هتلاقوها عندي في القناه ما بين اشبيليا وما بين برشلونه، قلت ان لوبوتيجي اعتقد هيبقى في قرار من الاداره بالاستغناء عنه. اشبيليا مركز 17 في الليجا الاسبانيه،
ثمانيه، النهارده بيشيل اربعه من فرقه جوارديولا من مان سيتي، ما زال تالق هالاند هدفين من الاربعه. جوارديولا بصراحه لا ماشي كويس في دوري ابطال اوروبا، ماشي كويس في البريمير ليج، اعتقد برده هيبقى فيه لا يعني حاجه ثانيه السنه دي هالاند مع فرقه مانشستر سيتي يعني، وحاطين امال كبيره قوي عليه السنه دي، الراجل ده ممكن يعمل لهم حاجه في دوري ابطال اوروبا. خلينا نشوف وننتظر ايه اللي هيحصل. ريال مدريد وصلت 3-0 فرقه ريال مدريد، بيستمر طبعا انشيلوتي نتيجه طبيعيه في التفوق الملكي حامل لقب دوري ابطال اوروبا. عنده اصابه لكريم بنزيما اللي اعلن الجهاز الطبي لفرقه ريال مدريد ان اللاعب يعني جاله شد او كرامب في العضله الخلفيه، هيغيب عنها يعني 3 اسابيع، اعتقد هتبقى يعني اصابه مؤثره لفرقه ريال مدريد، ان بنزيما فرقه ريال مدريد ملوش بديل يعني ملوش بديل. انشيلوتي يعني بيمثل له 80% من قوه فرقه ريال مدريد هو كريم بنزيما، الراجل بيلعب 9 و10 بينزل بيحضر الهجمه وبيفنش الهجمه، فمين اللي هيعمل لك الدور ده؟ ما عندكش حد يعمل لك الدور ده. نتيجه طبيعيه، بس ريال مدريد هيعاني في الماتشات الجايه بقى سواء في الليجا الاسبانيه او دوري ابطال اوروبا في الفتره اللي هيغيب فيها كريم بنزيما. الكره ولا شختار وليبزج 4-1 لصالح فرقه شختار بالنسبه لي مفاجاه، لان كنت منتظر فيت ليبزج فرقه متمرسه في دوري ابطال اوروبا، واللعيبه يعني زي ما شفناها مع المدير الفني قبل ما يمشي عندهم نيجلزمان كانت ماشيه كويس، كنت منتظر خبرات اللعيبه انها تحسم ماتش زي ده قدام شختار، ولكن شختار يعني بيقدر يكسب 4-1. انا اتفاجئت بالنتيجه دي اللي هيتقال في الجروب ده، خاصه ان هو معايا ريال مدريد وصلت كده بنسبه كبيره او 80% ان شختار هو اللي يخش مع فريق ريال مدريد. ريال مدريد مثلا هيبقى اول وشختار هيبقى ثاني. المباراه اللي وراها باريس سان جيرمان ويوفنتوس، اللي كان انتهى 2-1 لصالح فريق باريس سان جيرمان. من وجهه نظري اليجري على المباراه تكتيكيه وفنيه كويسه، مش هقول ان هي وحشه قوي ولا حلوه قوي، ولكن قدر يقفل على مفتاح اللعب بتاع فريق باريس سان جيرمان، رغم ان فريق باريس سان جيرمان جابت هدفين، هدف اول عن طريق كيلين امبابي ثم هدف ثاني برده عن طريق كيلين امبابي، ولكن هتوقف عند الهدف الاول يعني الشيب واللعبه الشراب اللي عملها يعني نيمار، يعني جون حلو جون مميز وهدف جميل وممتع من نيمار. عجبني الهدف الاول اللي احرزه امبابي، هدف الثاني برده عن طريق امبابي ثم هدف التقليص الفارق لليوفي من كورنرز عن طريق ميكاني. عجبني اليجري في حاجه ان هو لما جاي يقابل باريس سان جيرمان يعني لعب 3-5-2 سيرف، حط 5 في وسط الملعب منهم 3 ديفندرات، حط ميراتي وحط رابي وحط باريدس، عايز يخنق منطقه نص ملعب، لان الجهه الثانيه في مفاتيح لعب كبيره قوي، بتتكلم في امبابي نيمار ميسي، الماتش ده كان بيكون في باريس على ملعب النور، فعايز اطلع باقل الخسائر فما شالش هيفي سكور. فمن وجهه نظري اليجري عمل اللي هو عايزه في الماتش ده، ما شالش هيفي سكور. فرقه اليوفي لا لسه جايه في الطريق، لسه قدامها كتير قوي. ثنائيه ميليك وفايلوفيتش بالنسبه لي يعني ثنائيه الى حد ما هتنجح الفتره الجايه، ولكن عايز يكون في بلاي ميكر تحتيهم، يعني وجهه نظري ممكن مثلا يبقى واحد زي انخيل ديماريا يكون تحتيهم مثلا، ممكن تستغنى عن واحد من لعيب نص ملعب وتحط انخيل ديماريا كبلاي ميكر، وتحط مثلا قدام فايلوفيتش وميليك، الاثنين دول هدافين وهيعملوا معاك شغل حلو. فالفتره الجايه اليوفي لا محتاج يعني شغل اكتر. هتوقف برضو عند فرقه باريس سان جيرمان مدير فني كروستوف جاليتيه، انا مش حاسس يعني فريق باريس سان جيرمان انا بتفرج على اللقاء لا مش هي دي الفرقه اللي هتاخد دوري ابطال اوروبا، مش حاسس الفرقه، مش حاسس ان في شخصيه بطل، انا مش لاقي الكلام ده، رغم ان الاسماء انت بتتفرج عليها دريم تيم يعني بتتكلم في لعيبه كفايه بس امبابي نيمار وميسي، غير باقي اللعيبه حكيمي اشرف حكيمي كيمبيمبي دوناروما راموس، لا الفرقه تقيله قوي، ولكن انا بتفرج على فريق باريس سان جيرمان شخصيه بطل مش موجوده. فاعتقد يعني كريستوف جاليتي مش حاسه لسه لغايه دلوقتي، انا مش حاسس باريس سان جيرمان. ولو رحنا على اللقاء اللي وراه بنفيكا ومكابي 2-0 صالح بنفيكا، مش هتكلم عن اللقاء ده. اياكس ورينجرز 4-0، اياكس نتيجه طبيعيه، اياكس بيلعب على ارض جمهوره في امستردام بيلعب رينجرز، فنتيجه بالنسبه لي طبيعيه. رحنا على اللقاء اللي وراه نابولي وليفربول 4-1 صالح فيت نابولي، هتوقف عند اللقاء ده يعني اللقاء يعني لو انت عايز تقول بحق ربنا اللقاء ده يخلص مثلا 8-2 مثلا 9-3 حاجه كده، يعني اللقاء ده يعني الفرقه سيئه جدا من أسوأ اللقاءات اللي انا شفتها لفريق ليفربول على مدار الاداره التكتيكيه والفنيه المدير الفني يورجن كلوب. انا ما شفتش يعني ليفربول يعني أسوأ من اللقاء ده، زي مباراه استون فيلا اللي اتغلبوا فيها في السبعيه، ولكن اللقاء ده يعني استون فيلا جاب 7، ولكن يعني هعذر فرقه اللقاء اللي اتغلبوا فيه قدام استون فيلا في البريمير ليج السنه اللي فاتت بسبب ان كان في كورونا وان اغلبيه الكورونا ضربت الفريق كله، فهقول ان اللعيبه كلها كانت يعني بتعاني من الكورونا، ولكن اللقاء ده لا يعني اغلبيه التيم موجود، اصابات حتى اللي كانت موجوده عندك رجعت، فايه المشكله؟ في ايه عندك؟ اعتقد السبب الرئيسي بقى الدروب اللي موجود في فرقه ليفربول السنه دي، خلينا نشوف بس الاهداف مع بعض اتفرج عليها. هدف اول من بينالتيز عن طريق زانيسكي، واحد من نجوم اللقاء، ثم هدف ثاني جميل عن طريق سيميوني، ثم هدف ثالث بعد كده عن طريق انجيزا، بتصبح النتيجه 3-0، ثم هدف رابع عن طريق زانيسكي، وهدف تقليل للفريق عن طريق دياز. زي ما قلت فرقه ليفربول كان كلها اصابات، ما فيش بس اندرسون هو الوحيد اللي مصاب من التيم الاساسي، كل الفرقه رجعت لك.
ولكن مفيش حاجه، يعني مفيش اي اداء. يعني يورجن كلوب هيعاني السنه دي مع فريق ليفربول. الاسباب اللي ادت للكلام ده اعتقد يعني يورجن كلوب ما لقاش يعني حلول للمشاكل اللي موجوده عنده. المشاكل اللي موجوده عنده، المشاكل اللي موجوده عند يورجن كلوب وهي كبر السن بالنسبه للعيبه موجوده عنده. واحد زي اندرسون كبير في السن، واحد زي ميلنر كبير في السن، فمفيش بدلاء جم، والاثنين دول بيلعبوا في نص الملعب. انت جبت ارتور ومش هو الصفقه اللي هتشيل نص ملعب فريق ليفربول. حاجه تانية موجوده عندك برضو، حته قلب الملعب لما بيغيب ماتيب جوميز ما بيقديش. يعني جوميز برضو مش السنتر باك القوي التاني اللي يشيل فريق ليفربول. في كوناتي، ولكن كوناتي برضو مصاب. برضو كوناتي مش السنتر باك الجامد اللي يشيل فريق ليفربول. ارنولد كارثه في دفاعيه، كل المشاكل يعني ظهرت الفتره دي، واي حد بيلعب ليفربول السنه دي بيلعب على ارنولد. روبرتسون واقع، الفرقه كلها واقعه. ما حدش يقول لي ان محمد صلاح هو السبب في وقوع مثلا فريق ليفربول او رحيل سادو ماني. لا، الفرقه كلها فيها ضروب في المستوى. بيشارك في حته نص الملعب في اللقاء ده، شارك منه في نص الملعب، شارك اليوت في نص الملعب، نص الملعب الجهه الثانيه نابولي انجيزه مع لوبيسكا مع زانيسكي بصراحه عملوا مباراه هايله 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 هايله. نص ملعب كان بصراحه بتفرج على كره ممتعه وتيكي تاكا من المدير الفني لوتشانو سباليتي اللي تفوق على يورجن كلوب في اللقاء ده. عملوا كل حاجه في المباراه اللي كانت بتقام في ايطاليا ملعب نابولي. فزي ما قلت ليفربول طلع عدت من عنده لولانا في نص الملعب، طلع من عنده شامبرلين، طلع من عنده شاكيري. طب مين اللي انت جبته في الكلام ده من سيزون اللي فات؟ فمين اللي انت جبته؟ ما جبتش حد. خط القدام بعد ما مشي ماني طبعا اثر جامد. دياز لسه مش هو اللعيب اللي تحس انه فيه يعني لعيب همجي شويه، لسه عايز يبقى عنده انضباط اكتر من كده. همجيه عنده لسه، ما بيعرفش امتى شوت، امتى يباسي، امتى يراوغ، لسه برده مش منضبط في فريق ليفربول. ما اعرفش نونيز ما دخلش ليه معاك في بدايه اللقاء. نتيجه قاسيه، نتيجه مستحقه، هزيمه مستحقه ليورجن كلوب. عنده مباراه جايه في البريمير ليج مع وولفرهامبتون، هيعاني ليفربول السنه دي. ولكن في دوري ابطال اوروبا لا، يقدر يرجع لسه الجوله الاولى. يعني اعتقد يعني كويس ان حصل الكلام ده ليورجن كلوب مع بدايه المباراه دوري ابطال اوروبا. احنا على اللقاء اللي وراه سبورتنج لشبونه وفرانكفورت 3-0 لسبورتنج لشبونه. المباراه كانت بتقام في فرانكفورت في المانيا. بالنسبه لي نتيجه سيئه جدا، نتيجه وحشه قوي. متوقع فرقه زي فرانكفورت بطل كاس الاتحاد الاوروبي ان هو يعني يعمل نتائج حلوه في دوري اوروبا، ولكن مباراه على ارضهم بيتغلبوا 3، نتيجه وحشه قوي. اللقاء اللي وراء توتنهام ومارسيليا، بيحافظ طبعا المدير الفني انتونيو كونتي على ثبات فريق توتنهام والجمال والحلاوه في فريق توتنهام والانضباط التكتيكي والكره الحلوه. بيكسب 2-0 هدفين على طريق ريتشارلسون، بيستمر في التالق مع فريق توتنهام وبيثبت يعني اقدامه في الفرقه. فنتيجه طبيعيه. اللقاء اللي وراء اتلتيكو مدريد وبورتو 2-1 لصالح اتلتيكو مدريد. المباراه كانت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، نتيجه طبيعيه برده مش هتكلم عليها، سهل ان هو يكسب على الارض وسط جمهور المدير الفني سيميوني. اللقاء اللي وراء كلوب بروك باير ليفركوزن 1-0 لكلوب بروك. بالنسبه برضو يعني باير ليفركوزن يعني المباراه كانت خارج ميدانه، يعني على الاقل تلعب بنقطه. يعني كلوب بروك برضو مش هو الفرقه القويه، انت تتغلب برضو علامه استفهام على باير ليفركوزن. اللقاء اللي وراه يعني الانتر ميلان وباير ميونخ 2-0 على فريق باير ميونخ، نتيجه طبيعيه. المباراه كانت بتكون في ايطاليا، بيقدر انه يكسب انتر ميلان بهدفين عن طريق سانيه. هقول يعني النتيجه بالنسبه لي برضو نتيجه مش مفاجاه، نتيجه طبيعيه، جاي من هزيمه قاسيه من 3-2 من الكلاسيكو من ديربي الغضب المدير الفني سيميوني. وبايرن ميونخ مشي كويس في الدوري الالماني، فتفوق المدير الفني ناجلزمان على المدير الفني ميلان انزاجي. ولكن ماتش في ايطاليا ان انت تغلب 2-0 بين بايرن، بعض الناس هتحس ان هي مفاجاه، ولكن بالنسبه لي مش مفاجاه. لا، في فرق ما بين يعني فرق ما بين انتر ميلان وبايرن ميونخ. وانا قلت في الجروب ده لا، البايرن وبرشلونه هما اللي هيتاهلوا. اللقاء الاخير معانا بقى اللي هنتكلم عليه هو ما بين برشلونه وما بين فيكتوريا بيلزن، خماسيه جميله، البارسا جمال، البارسا حلاوه متعه، تيكي تاكا، بتتفرج على يعني حاجه حلوه قوي. عجبني المدير الفني تشافي ان هو بدا يعمل روتيشن في الفرقه، وابتدى ان هو يغير، عايز يوصل الى التوليفه، التشكيله القويه. نص ملعب نادر رايح بسكوتس ورايح جافي، لعب بفرانكيسي ولعب بديونج ولعب بدري، هم بصراحه شالوا نص الملعب قدام في الماتش ده. لعب بانسو فاتين كهاف ليفت ناحيه اليمين، لعب بتيمبيلي، شغل حلو. بدا ان هو يعمل روتيشن زي ما قلت، يعني عايز يوصل الى التوليفه والتشكيل الاساسيه. المباريات اللي فاتت في الليجا الاسبانيه كان بيحط هاف ليفت تيمبيلي، وكان بيحط رافينيا هاف رايت. الماتش ده جاب تيمبيلي كهاف رايت وحط يعني انسو فاتي كهاف ليفت. كل الطرق بتؤدي الى الكره الحلوه والتيكي تاكا والشغل الحلو من برشلونه. من حته اتنين سنتر باكات في المباراه دي، شارك كوندي جنب كريستينسن، عجبني ان هو برده ابتدى ان هو يدخل حته الباك رايت الاساسي بتاعه اللي هو سيرجيو روبرتو. سيرجيو روبرتو هو اصلا باك رايت، في ماتش اللي فات في اشبيليا كان كوندي هو الباك رايت، فانا قلت لا يعني كوندي مساك، انت جايبه يلعب كمساك.
فلا تلعب بكوندي كمساك جنب ايريك جارسيا او جنب كريستنسن، وتحط باك رايت سيرجيو روبرتو، جاي لك بيلرين، بيلرين يلعب باك رايت، كل واحد حطه في مركزه، كل واحد حطه في الحته بتاعته. ولكن لما تحصل اصابات يحصل اجهاد، اوكي ما عنديش مشكله تعمل روتيشن، وحته ان تبقى عندك لعيب جوكر يلعب في كذا حته، دي حاجه حلوه موجوده في تشافي في برشلونه. فنتيجه طبيعيه برشلونه يكسب فيكتوريا بيلزم بخماسيه في كامب نو في برشلونه. خلينا نشوف ترتيب المجموعات بقى بعد نهايه الجوله الاولى من الاولى من مباريات دوري ابطال اوروبا. المجموعه الاولى اياكس امستردام بثلاث نقاط، نابولي بثلاث نقاط، ليفربول لا شيء، وجلاسكو رينجرز لا شيء. المجموعه الثانيه اتلتيكو مدريد ثلاث نقاط، كلوب بروك ثلاث نقاط، بورتو صفر، وباير ليفركوزن صفر. المجموعه الثالثه برشلونه ثلاث نقاط، بايرن ميونخ ثلاث نقاط، انتر ميلان صفر، وفيكتوريا بيلزن صفر. المجموعه الرابعه سبورتنج لشبونه ثلاثه، توتنهام ثلاثه، مارسيليا صفر، وفرانكفورت صفر. المجموعه الخامسه دينامو زغرب ثلاثه، ميلان نقطه، وسالزبورغ نقطه، وتشيلسي لا شيء من النقاط. المجموعه السادسه شختار ثلاث نقاط، ريال مدريد ثلاث نقاط، ليبزيج لا شيء، وسلتيك لا شيء. المجموعه السابعه مانشستر سيتي ثلاث نقاط، بروسيا دورتموند ثلاث نقاط، كوبنهاجن لا شيء، واشبيليا لا شيء. المجموعه الاخيره والثامنه بنفيكا ثلاث نقاط، وباريس ثلاث نقاط، ويوفنتوس صفر. وفي الاخر طبعا النادي اللي كلنا عارفينه صفر من النقاط. كان معكم كابتن احمد سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.